فارق يتسع ومن ثم يتقلص. الأيام الأخيرة في الانتخابات الأمريكية عادة ما تكون مترنحة على نحو كبير. الآن تقدم هاريس على ترامب ليصبح الفارق بينهما نقطة مئوية واحدة فقط. نقطة واحدة إذن تفصلهما عن بعض في آخر استطلاعات أو في آخر استطلاع لرويترز أظهر أن المرشحة الديمقراطية حصدت على 44% مقابل 43 لترامب كما ترون هنا. هذا الفارق لا يعني كثيرا، فإن دققنا في بعض القضايا الداخلية والأكثر إلحاحا، على سبيل المثال هنا ملف الاقتصاد والوظائف، نرى أن ترامب يتقدم على هاريس في هذا الصدد. اختار 47 منهم ترامب مقابل 37 لهاريس. طبعا هنا عند السؤال عمن لديه نهج أفضل في ملف الاقتصاد والبطالة. أما فيما يتعلق بملف المهاجرين، لطالما أخذ نصيبا كبيرا في المناكفة بين المرشحين، يبدو أن الأمور تتجه لصالح ترامب، إذ قال حوالي 48% من الناخبين في الاستطلاع الأخير إن نهج ترامب اتجاه الهجرة كان أفضل، فيما حظيت هاريس ب 33% في ملف المهاجرين.